يشهد شاطئ كوتام الواقع بقلب عاصمة الولاية إقبالا منقطع النظير، وهذا راجع لتوفر كل ظروف الراحة والأمن والخدمات المختلفة التي تترك المصطفى يرتاح. سي بلاج فاميليال ما شاء الله، سي تادير انت تروح وين تلقى راحتك، وين تلقى ولادك يلعبوا البحر ما شاء الله، عيبة تاعها يقادرونا، سي اكوتي لا فيل ماهيش بعيدة، كي تحب تشري حاجة سي اكوتي، صافي ان كرون بليزير، وكل عام ان شاء الله كل عام نلقى شي جل أكثر من هاك. هايلة كبيرة واسعة، ما كانش الجديحة بالداخل داخل لابلاج، باسكو الغاية كبيرة بزاف. ومام هذا ليسباس اكتشول، ليسباس الله يبارك، راني غاية كاع علاق بيا، نحاول نولي إن شاء الله. كوتاما اون لابيتيود دو فينيغ تو لي زون فامي، سي سيكوريزي، سي بروبر، لو سيرفيس إلي سوبر، لا سيكوريتي. وما يزيد من راحة المصطاف أثناء تواجده بهذا الشاطئ هو ما سخرته الحماية المدنية لضمان التدخل الفوري في حالة غرق أو خطر لسلامته، من خلال تجنيدها للعديد من حراس الشواطئ. قصصت مديرية الحماية المدنية ولاية جيجل 960 عون، منهم 120 عون دائم و 840 عون موسمي، موزعين على مستوى 37 مركز حراسة ل 35 شاطئ محروس. يبقى شاطئ كوتاما من بين الشواطئ التي سجلت إقبالا كبيرا لعشاق البحر، وهذا راجع لتواجده بقلب بلدية جيجل، ما سهل عليه معنى التنقل أمام ما تعرفه طرقات جيجل من ازدحام كبير هذه الأيام.